ان بعد 30 يونيو المخابرات المركزيه الامريكيه جمعت مجموعه من اجهزه المخابرات الغربيه على راسها الجهاز البريطاني والجهاز الاسرائيلي، واجتمعت في دارمشتات وخدت قرار بان احد ادوات عقاب مصر على ما اطلقوا عليه الانقلاب ان هم يعجلوا بالسد بتاع النهضه. ادي نقطه تانية. النقطه الثالثه اللي مهمه قوي، ان النظام الاثيوبي في حد ذاته نظام بيكن ليك عداء لابد ان تضعه في اعتبارك. الذي يحكم النظام الاثيوبي اقليه هي الاقليه التجرانيه. الاقليه التجرانيه بتعتبر مصر عدو مركزي، لدرجه ان كتب التاريخ اللي بيدرسوها الاولاد من مرحله الابتدائي الى مرحله الثانوي فيها ان مصر هو العدو المركزي. مصر دخلت ضد في خلال الفتره اللي كان موجود فيها الخديوي اسماعيل، وكانت المعارك بتدور في الحبشه، كان في معركه من المعارك اللي هي معركه جويندت. المعركه دي كان بيقود القوات المصريه فيها قائد دنماركي. احنا مش عايزين نقول انها كانت في خيانه، مش عايزين نقول انها عدم توفيق، انما اتعمل علينا مقص احيط بالقوات المصريه ومصر خسرت معركه جويندت. مدفعين من المدافع اللي خدوهم الحبشيين ضمن المكاسب اللي خدوها من الـ من الـ من, الـ من القوة المصرية اللي كانت موجودة، موجودين لغاية النهاردة في ميدان اكسيوم اللي هو مدخل العاصمة التاريخية للحبشة. الأغرب من كده ان اعلى وسام عسكري بيمنح في الحبشة اسمه وسام جويندت. يعني معناها خلاص عملوها حكاية بالظبط كده بقت. هي دي هي هي دي الحكاية اللي بيتفاخر بيها. مع ان ايام الامبراطور هيلي سلاسي والفترة ديت يعني كان علاقته كويسة بالرئيس عبد الناصر هو. ما عشان كده انا بقول لحضرتك يعني كان ان في يعني ما قدرش نصفي النفوذ ديت. لا ما قدرش يصفيها، لان هو زي ما بقول لحضرتك ان في حاكم للحبشة يخلينا نقول النيل نجاشي، وحاكم يخلينا نبكي النيل مجاشي. فلازم نحطها في اعتبارنا دي.